السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. بغيت نحضر الخبيز وقلت نبارطاجي معاكم حتى نتوما. علاش لا؟ عندي هنايا بتي سويس، عندي معلقه صغيره ديال الملحه، وعندي معلقه كبيره ديال السكر، عندي 2 معالق ديال الزيت النباتي ولا زيت الزيتون اللي كتفضلوا، عندي شويه ديال الخميره المعجونه، عندي تما الحمراء ولا النخاله، عندي شوية ديال الفينو ولا السميدة الرقيقة، وشوية ديال الفورس ولا فارينة، وغادي نخلط هذوك العناصر كاملين مع بعضياتهم. إذا كان عندكم دانون مسوس ديروا دانون مسوس، انا ما كانش عندي دانون اللي فيه السكر، داكشي علاش درت بتي سويس. وصافي البنات، غادي نخلط هذاكشي بالماء دافي، ماشي الماء سخون مع دابا الحرارة. صافي، غادي نجمع داك العجينه، غنخلطها مزيان دلك غير واحد 5 دقائق، وصافي غادي نجمعها ونديرها نغطيها بالبلاستيكه ونخليها ترتاح حتى كتخمر وتضاعف الحجم ديالها. عاد ديك الساعه كندوزو باش نصوبوها ان شاء الله. هنايا هانتم بعد ما خمرات، غادي ندوز غادي نقطعها. هنا غنقطعها طريفات صغار. هنا انا درت هنايا داك الباغيطات صغار، درتهم على حسب المخقز، كنت غندير المخقز درتهم في الباغيطات الصغار، والكبار خليتهم لا نحتاجوهم لحاجه اخرى. وصافي بالنسبه لسميتو الباغيط، انا ما كان نروليش في الفارينه ديريكتومو، تنروليه المهم كنبزطو بحال هكا كيما شفتو بحال هذيك الطريقه، ومن بعد عاوتاني كنلويه، عاد ديك الساعه كنحطو في الفرينه، عاد كنحطو في الفرينه باش ما يجيش شارو فرينه لداخل. انت ملي كنلويه بحال هكا، عاد ديك الساعه كنلوي عاوتاني فرينه باش تجي فرينه غير من السطح ديالو، ماشي في الباكيت كاملين لداخل. وهنايا هاد الخبيزه هادي خليتها هكا باش يجي بحال البان دو كومبان. وصافي البنات، غادي ندوز ندير هذوك الشريطات ولا الخطوط بهذا الكيتور. هذا الكيتور مخليه غير على حسب الخبز، ولا بغيت نقطع شي حاجه بحال هكا، ما كنستعمل حتى شي حاجه جديد وراه معقم. هانتوما درت الخطوط لهكا الخبز، دابا هنايا راه خمر، والباكيت حتى هو خمر. صافي دابا غادي نديرو يطيب على درجه الحراره 200، ونخلي حتى كتشوفوه تحمر، ومن بعد كنحيدوه. البنات شوفوا هانتوما، هما طاب جاو كيجيو خفافين، غير سخان دابا ما قدرتش نهزهم، كيجيو خفاف خفاف لحقاش انا درتهم رقيقين وخمروا. هانتوما خفيفين غير سخان، ما قدرتش، كيجيو رائعين رائعين. طري كنديرهم هذاك الزريعات من الفوق، ودابا خليتهم هكا بهذا الطحين هكا، كيجيو حتى المنظر ديالهم زوين، كيجي رائع. هاو ما طابو، ودرت الخبيزه ديالنا، هذا درتهم في الكري، ما درتش في ماشي الباكيت في يعني بيض الخبز المكمول. شوفوا عن قرب كيجيو غزالين. نتاي الخبزة ديالنا طابت، شوفوا كي كتجي محمره غزاله غزاله، طيبه من الداخل من الفوق ومن التحت، بقى سخونه. شوف كيفاش ندير نقلبها، باش شفتو شتو من التحت طيبه يعني محمره من الاطراف ومن كل شيء. هانتوما كتشوفوا شتوها محمره كامله غزاله غزاله ومقرمشه. هادشي جوست قهيوة ولا أتاي ولي كتبغيو مع شوية الزبيدة ولا الكونفيتور ولا لي عجبكم، زويتة بلدية كتجي غزالة رائعة. هانتوما البنات باش تأكدو بلي راها طايبة، بسم الله، هانتوما شتو الموس كيخرجناش ما فيه حتى شي حاجة، هانتوما مقرمشة مقرمشة. ما شفتوش مزيان، شفتو ما فيه حتى شي حاجه الموس، يعني هذاك الشيء باش تعرفوا بلي راها طايبه، كتجي طايب، هادشي كتجي مقرمشه
كان كيعجبنا الخبز طايب مزيان، داكشي علاش انا نتوما الا ما كنتيش كتبغيوه طايب مزيان خليوه، ما تخليوهش يطيب اكثر من هذا الشيء. انا كيعجبني الخبز محمر مزيان، لا انا ولا الزوج ديالي كيخصني يكون محمر، داكشي علاش خليتها طابت مزيان. هاكا الخبز اللي كيعجبني، فاش كنبغيو نشريو الخبز كنشوف هذاك اللي طايب مزيان عاد كنشريه، وما الا كان بيض ما عنديش معاه ما كان. وكاين الناس اللي عاوتاني العكس، ما كيبغيوش الخبز اللي طايب بزاف، كيبغيو اللي يكون باقي بيض. انا لا، انا خصني يكون طايب مقرمش. انتوما كنتمنى هذا الخبز هذا ينال اعجابكم البنات. هما البنات بعد ما طاب الباكيت ديالنا وهاد الخبز، انتو طايبه محمره من جميع الجوايه، غزاله وخفيفه، وهاد معا تاني خفيفين بحال، المهم بحال تقولي ما فيهمش 20 غرام ديال العجينه، خفاف جو. البنات دابا انا غنقطع هذا، نقطع لكم غير طريف باش تشوفوه، غادي نقطعه بهاد الماكينه هادي. نقطع غير طريف باش نوري لكم كيبان لكم. بسم الله، غادي غير باش نوريكم حتى سميتو بحال هكا للصباح ولا دا، عاد غادي نقطعو باش نوريكم. هانتوما شوفوا كي كيجي، هانتوما كتشوفوه محمر بزاف، ولكن ملي كتقطعو شوفوا لداخل بحال البونج. هانتوما غادي هذا نبرك عليها وكتولي تحل، شوفوا هانتوما واخا ندير لها هكا شتيها جايه مجعبه، شتو كي كيبان هكا للطاختين. ياكلوا معاه كيما قلت لكم، تاكلوه مع زويته ولا مع الكونفيتور ولا مع اللي كتفضلوه اللي عندكم واجد. شتي كي كتجي واخا محمره، انا كيعجبني محمره، ولكن هانتوما كتبان لكم بعدا بالليل، كنصور لكم في الليل كيجيب لكم الله بحال محروقه، ولكن هانتوما شوفوا الشكل ديالها عن قرب، غزاله غزاله وطايبه. شوفوا ما مدقصه ما والو، شتوها شتي كي كتبان. دابا كيجيب لكم الله غليظه بحال هكا لي طاختين. انا تنقطع بهاد الماكينه هذه، كنقطع بها حتى الفقاس كتقطع لي مزيان، عرفتي تشد هكا لي طاختين وتقطعهم، كيتقطعوا مزيان ورقه، اللي بغيتي رقاق بغيتي هانتوما. زدت معكم طرف واحد اخر باش تشوفوا القد في الوسط، هانتو عرفتي ما معجنه ما والو، طايبه مزيان هانتو كتشوفوا. تما البنات هنايا درت كويس ديال القهوه هذا الليل، دابا انا غير ملي طيبت الخبز بغيت باش نوريكم، درت كويس ديال القهوه، غنشرب القهوه. عندي هنايا الزبده، وعندي الشوكو والشوكولاط، وعندي هنا لاباط ديال الباط ديال سبيكيلوز، يعني داك العجين ديال سبيكيلوز كيدير حتى هو فوق الطاختين، وعندي الفرماج، ولا بغيتي تحطوا الزويته بلديه الكونفيتور اللي كيبغي شي حاجه يحطها. انا غندير غير شويه ديال داك لاباط ديال سبيكيلوز واحد شويه فوق الخبز وصافي باش ندوق معاكم. كيما ملي قطعت باش نوريكم، بغيت ندوق طريف وصافي حتى الصباح ان شاء الله. عاد نفطر بشي كويس ديال القهوه وشويه ديال الزيت بلديه، كيعجبني الخبيز هذا مع الزيت بلديه ومع الفرماج، كيجي زوين المذاق ديالو. الخبز ديال الدار راكم عارفين، الخبز ديال الدار كيكون دائما مزيان. غندير شويه ديال الزبده، حتى الزبده عزيزه عليا في الصباح، كنفطر بها انا مع الطاختين غريي، ودابا نقطع هذوك الطاختين في الصباح ان شاء الله ونديرهم غريي، وغادي نفطر بهم انا والزوج ديالي حتى هو عزيز عليه. انا قلت لكم ان الشوكولاته ما كناكلوش لا انا لا الزوج ديالي، غير الا جا شي حد وصافي، كيكون عندي دائما في الدار الا جا شي حد شي ضيف على غفله. وهنايا هذاك الباط ديال سبيكيلوس حتى هي ما كناكلهاش بزاف، قليل
دابا غير بغيت ندوق معاكم شويه وصافي. اللي عزيز عليا انا في الصباح هو الزبده وشويه الزيت بلديه مره مره ماشي دائما. صافي يا البنات، وهداك الخبز جا رطب وجا لذيذ، والباكيت هتبشتو من الداخل كي داير، ماشي مدقص ولا معجن، عرفتي طايب مزيان، حتى الخبزه شفتوها طايبه مزيان وجاي رطيطب وغزال. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الخبيز هذا وهذه الوصفه هذه اللي عطيتكم، وما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه ديالي، وكنشكر الناس القدام والناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي، كنشكركم كاملين، واللي خلالي في التعاليق واللي خلالي شي تعليق زوين، كنشكركم كاملين، وتنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو في شي فيديو اخر.